دعني أبدأ أنا وياك بعملياتكم في أبو ظبي. طلعنا أكثر على معدلات النمو، أيضا على الإشغال، نسبة الإقبال على الطيران، منخفض التكلفة في المنطقة وفي العالم. أعتقد أنه كان لدينا عمل رائع في أبو ظبي، وأنا فخور جدا بتطورات أبو ظبي والطيران فيها، فهي تنمو بحوالي 40%، وأيضا هذا العام أعتقد أن هذا كبير جدا مناسبة أو بالنسبة لمنافسينا، وبعض المشغلين ينمون فقط ب 19%، إذا هذا أمر رائع والإشغال رائع بالنسبة لنا، ونبقي على التوسع ويمكن أن نقدم المزيد للسوق، يساعدنا، لدينا الخبرة، ونرى أن علامتنا التجارية لديها تأثير كبير مع المستهلكين هنا في أبو ظبي. ما حجم أسطولكم هنا في مطار أبو ظبي، وما هي أيضا استراتيجيتكم لتوسيع الأسطول سواء في الأسواق الإماراتية أو في أسواق المنطقة؟ في الوقت الحالي لدينا 12 طائرة في مطار أبو ظبي، وأيضا عندما استثمرنا في أبو ظبي كان لدينا رؤية بأن يكون هناك زيادة في الأسطول. هذه الخطة وهذه المهمة التي نقوم بتنفيذها، وهذا يعني أننا سوف نقوم بمضاعفة هذا الرقم بمرتين أو ثلاثة خلال السنوات القادمة. إذا ما تحدثنا عن الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الطيران بالشرق الأوسط وخاصة حرب غزة، كيف أثرت عليكم وما هي استراتيجيتكم للتعامل مع مثل هذه الاضطرابات؟ عندما اندلعت الحرب كان علينا أن نثق بقدراتنا وأن نزيل الطيران من المنطقة، ولكن هذه القدرة تراجعت وأثرت على السوق، ونرى أن السوق أصبحت أفضل وأصبح لديها طبيعية أكثر، ومرة أخرى نطير ونقوم بالطيران إلى إسرائيل والأردن ومصر. وكم عدد الرحلات التي تم إلغائها بسبب هذه الظروف؟ بصفة أساسية في وقت الحرب في أكتوبر الماضي قمنا بإلغاء حوالي 150 رحلة أسبوعيا، ومعظم هذه الخدمات قد عاد مرة أخرى، إذن نقوم بتشغيل ثلثي القدرة ونعمل خلال الصباح فقط ولا نعمل خلال المساء، وذلك للسلامة. ولكن نرى أن السوق قد عادت مرة أخرى، هناك رحلات أخرى، وإن طائراتنا دائما ممتلئة. دعنا نتحدث عن نتائج الشركة، ما هي خططكم لزيادة الربحية ولتحسين هوامش الربح بالنسبة للشركة؟ لدينا عمل مربح جدا، وعلينا أن ننسى أن ويز إير كمجموعة اليوم هي 66% أكثر من قبل الجائحة، وأيضا في المنطقة برمتيا، ولقد أيضا استفدنا بشكل كبير من فترة كوفيد، وأعتقد أن هذه من النتائج، هذا ما نراه في أبو ظبي من النتائج، واستثمرنا في ويز إير في أبو ظبي خلال فترة الجائحة، ونرى أيضا كيف قدرنا استطعنا أن ننمو. أيضا خططنا أن يكون لدينا 500 طائرة إضافية، وذلك خلال الستة أو الثماني سنوات القادمة. قطاع الطيران عموما يعاني من بعض المشاكل مؤخرا تخص سلاسل التوريد وأيضا تأخر بعض التسليمات، هل لديكم أي تأخر في عدد طلبياتكم والتسليمات؟ للأسف في الوقت الحالي نواجه برنامج للتفتيش على المحركات، هذا البرنامج يجعل الطائرات على الأرض، وسوف نتعافى من هذه الدورة خلال 18 أو 24 شهرا قادمة. نرى بعض التأجيل في الطائرات أو في تسليم الطائرات مثل أي شركة أخرى في الوقت الحالي، ولكن نرى أيضا أن لدينا 300 طائرة كطلبية، وأيضا نحن في وضع متميز لأننا قمنا بطلب أفضل طائرات في العالم اليوم، ومن الصعب جدا أن نصل إلى هذه التكنولوجيا، ولكن لدينا هذه الطائرات وننشرها، وهذه التقنية التي ستكون موجودة في أبو ظبي.
كيف تنظرون إلى المنافسة بين الطيران المنخفض بين قطاع الطيران، وأيضا ما الذي يميز ويز إير كطيران منخفض التكلفة مقارنة مع الطيران الثاني والبقية الطائرات الثانية منخفضة التكلفة؟ أولاً نحن نقوم بالتوجه إلى وجهات رائعة في المنطقة، وهذه الوجهات لم تكن موجودة من قبل، ونحن من قدمنا الطيران الاقتصادي والذي يفيد المستهلك من المسافرين الذين يرغبون في الطيران الاقتصادي، وأيضاً من كان يطير من قبل حتى سيطير أكثر بهذا الطيران الاقتصادي. كيف تخططون لتحسين تجربة العملاء في ظل تنافس شديد في قطاع الطيران المنخفض التكلفة؟ لقد كنا نستثمر كثيرا في العمليات للتأكد عدم وجود أي إلغاء للرحلات. نحن الطيران الوحيد في المنطقة وحتى في أوروبا والشرق الأوسط التي لم تلغي أي رحلة خلال الصيف، ونحن فخورون جدا بهذا الإنجاز، ونحن نلتزم نحو المستهلك ونرغب في تحسين خبرة المستهلك أيضا. ما الذي يجعل قطاع الطيران المنخفض التكلفة يأخذ أو يستحوذ على 35% من قطاع الطيران العالمي مقارنة مع الطيران الثاني المرتفع التكلفة؟ ما يحدث فعلا هو أنه مع التطور الاقتصادي أصبح هناك مزيدا من الأموال الإنفاق، وهذا القطاع يبتعد عن أنه يكون قطاع أو خبرة للمستهلك المتميز إلى أن يكون أمرا اقتصاديا، وهذا أيضا يتم تحفيزه من قبل الطيران المنخفض أو الاقتصادي، والذي يجعل هناك سهولة، وهذا يجعل هناك فائدة للقطاع برمته أيضا. ليس فقط التكلفة ما يميز الطيران منخفض التكلفة، يعني أن التذاكر ربما هي بأسعار مناسبة بالنسبة لعدد كبير من الجمهور. التكلفة مهمة، لأن التكلفة تترجم إلى رحلات وسعر المستهلك، وعلينا لا ننسى أننا نطير إلى مع الطيران الشاب في القطاع، ولدينا طيران مستدام، ولدينا درجة مهمة في نحن لدينا الكثير من الابتكار، ونجلبها إلى السوق وإلى المستهلك، وهذا المستهلك يستفيد من هذا الابتكار. كيف تتعاملون في شركة ويز إير مع القضايا البيئية وأيضا موضوع تقليل انبعاثات الكربونية، استعمال ربما الوقود المستدام أيضا الذي أصبح يطرح بقوة في العصر الحالي؟ ليس فقط أننا الشركة التي تبعث انبعاثات كربونية أقل في العالم، ولكن لدينا أيضا وقود مستدام ونقوم باستخدامه في أوروبا والولايات المتحدة، ونعمل مع إيرباص وذلك لتحديد أفضل تكنولوجيا للطائرات، والتي أيضا تدور بالهيدروجين، وهي أيضا تجعل هناك إذن الوقود في العمليات الخاصة بالطيران. نحن في المقدمة في هذه العملية لضمان أن العالم يستفيد من الاستدامة أو من استدامة هذا القطاع. كم تتوقعون نسبة النمو في أعمالكم خلال هذا العام والعام المقبل، ومن أين سيأتي هذا النمو، وأيضا في دولة الإمارات كم تتوقعون نسبة النمو؟ نحن لدينا نموذج حيث لدينا 15% كنمو سنويا، وهذه النسبة التي أتوقعها خلال 6 أو 7 سنوات القادمة. دولة الإمارات نقدم نسبا مختلفة من النمو، لأن هذا عمل متطور ومتنامي، وأيضا لدينا الكثير من الأمور الكثيرة التي سنستثمر فيها نحو النمو، ولكن نحن أيضا لدينا قدرة على الدخول إلى السوق. لدينا عنصر التكلفة والطلب الاستهلاكي، وحسب التجربة خلال السنوات الثلاثة الماضية نرى أن هناك نمو كبير للمستهلكين في أبوظبي. هناك الحديث عن أزمة طيارين أو يد عاملة متخصصة في قطاع الطيران، هل لديكم أي أزمة من هذا الموضوع، وكيف تتعاملون مع الموضوع؟
لقد تمكنا من توظيف والبقاء على الجودة الجيدة للطيارين وطاقم الطائرة، ونستثمر كثيرا في الحاملات للقوى العاملة. إذا نحصل على الأشخاص للدخول إلى أعمالنا ونقوم بتطويرهم، وأعتقد أن نقدم وظيفة إلى طاقم الطائرة أو أيضا إلى الطيار. أعتقد أن هذه وظيفة طويلة المدى. التقلبات في أسعار النفط عادة ما تشكل تحدي بالنسبة لقطاع الطيران، كيف تتعاملون مع الموضوع؟ نحن نتحوط فيما يتعلق بأسعار النفط طبعا، وذلك لتجنب التذبذب في أسعار النفط. ولكن حتى أكون صريحا، نحن نقوم بإدارة العمل بضمان أن لدينا أفضل طائرات وبشكل فعال، وحتى يكون هناك تكلفة أقل، ونترجم هذه الفعالية إلى أن يكون هناك تمرير للسوق والمستهلك. أنا أشكر لك هذه التوضيحات وتواجدك معنا أستاذ جوزيف فرادي، وأنت الرئيس التنفيذي لشركة ويز إير. شكرا جزيلا لك.